أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة والبداية بالعناوين. البيان الإماراتية الكاظمي يرث موازنة مفلسة. الوطن القطرية النكبة جائحة عمرها 72 عاما. وفي تقرير للشرق الأوسط البحث عن لقاح ضد كورونا يعمق الخلافات في العالم. من المقالات ولادة عسيرة ومهمات خطيرة لعبد الهادي الحميري في الزمان العراقية. ويكتب عبد الله الأيوبي في أخبار الخليج البحرينية ترامب ينضم إلى المعترفين بالخطأ. فاصل وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة البيان الإماراتية إن الكاظمي يرث موازنة مفلسة، وتميل الحكومة إلى تقديم موازنة مرحلية خالية من الموازنة الاستثمارية وللمرة الأولى في تاريخ العراق، لتتمكن من تأمين الرواتب للأشهر الستة المقبلة. ويقول مختصون في مجال المال والأعمال إن وزارة المالية ستقوم بإجراء تغييرات تتضمن تغيير سعر بيع النفط واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. عنونت صحيفة الأخبار اللبنانية تفاهم إيراني أمريكي على التهدئة، هل ينجح الكاظمي في ضبط الاشتباك؟ تقول الصحيفة تعد الساحة العراقية ساحة الاشتباك كما التواصل بين واشنطن وطهران، وعليه فإن أي رئيس للوزراء سيقوم بهذا الدور في ضبط إيقاع المواجهة ورغبة الطرفين الأمريكي والإيراني في تعزيز المرحلة المقبلة ما بعد كورونا. وبحسب مراقبين ستفرض تلك المرحلة على دول المنطقة البحث عن مشتركات في ضوء المستجدات العالمية. قالت صحيفة الوطن القطرية إن النكبة هي جائحة عمرها 72 عاما، وهي ذكرى جائحة سياسية وإنسانية لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. وتشير الصحيفة بحسب بيانات أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة، مجددة الدعوات في الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية والحقوقية عبر العالم للمطالبة بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. نقلت صحيفة القدس العربية عن صحيفة الجارديان البريطانية قولها في ظل أزمة فيروس كورونا فقد العالم الثقة بقيادة ترامب العالمية وخيبة أمل الحلفاء في قيادته لجهود مكافحة فيروس كورونا. وقالت الجارديان إن إدارة ترامب قالت مرارا إن الولايات المتحدة تقود العالم، وهي أصبحت حاليا البؤرة العالمية الأولى لكوفيد-19، ومع زيادة أعداد الضحايا فإن زعم ترامب بقيادة العالم أصبح بعيد المنال. قالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها إن البحث عن لقاح ضد كورونا يعمق الخلافات في العالم. وترى الصحيفة أن هوة الانقسامات تعمقت بين الدول الكبرى مع تنافس أمريكي أوروبي حول لقاح مستقبلي، إضافة إلى التوتر بين ترامب والصين في إطار معركة مكافحة كوفيد-19. فإلى جانب الكلفة البشرية العالية يواصل الوباء إلحاق أضرار بالاقتصاد العالمي مع تداعيات كبرى. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس قد لا يختفي أبدا حتى في حال التوصل إلى لقاح. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير. We'll be right back.
في زاوية مقالات الصحف يكتب عبد الهادي الحميري في الزمان العراقية: ولادة عسيرة ومهمات خطيرة. يقول الحميري: خرج خبر ولادة الحكومة الكاظمية من ردهة مساومات قادة الطبقة السياسية، وحيث أن البلد يقف على حافة الهاوية في وضع يكون أو لا يكون، فإن ضياعه ومن فيه سيكون في رقبة الطبقة السياسية. ويضيف بالقول إن ظروف تشرين الاقتصادية والصحية غير ظروف آيار، وذلك في ظل تصفير واردات البلد النفطية وانتشار وباء كورونا، فالشعب مهدد بالجوع والمرض والوطن مهدد بالضياع. ويكتب عبد الله الأيوبي في أخبار الخليج البحرينية: ترامب ينضم إلى المعترفين بالخطأ. يقول الأيوبي: ترامب في حديث لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية يضع هو الآخر شهادته على هذه الجريمة، إذ يصف عملية غزو العراق بأسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قتل ملايين الأشخاص. ويضيف الكاتب بالقول: هناك حقيقة يجب عدم إغفالها، وهي أن الاعتراف بخطأ غزو العراق لم يكن ناجما عن صحوة ضمير، وإنما الترويج لما يراه ترامب صوابا في سياسته الخارجية. أخيرا يكتب مشاري نعيم في الرياض السعودية: عالم ما بعد كورونا، التقنية في مواجهة البشر. يقول نعيم: لن نشكل رقما مهما في النظام العالمي الجديد، لأن التأثير الحضاري يتطلب وجود منظومة مفكرة قادرة على الإنتاج والتأثير، ويبدو أننا نفتقر إلى المنظومات التي تعيننا على المساهمة في الحضارة الإنسانية المعاصرة. ويرى الكاتب أن اقتصاد العالم بعد كورونا لن يقوم على وجود الموارد الطبيعية فقط، بل سيركز على التقنية الفائقة التطور التي لم نبدأ أولى خطواتها، فماذا نحن فاعلون؟ يقول الكاتب. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر الهاتف الدكتور عبد الرزاق الدليمي، أستاذ الإعلام في جامعة البتراء. يسرنا تفضلكم بالبقاء معنا. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر الهاتف بالدكتور عبد الرزاق الدليمي، أستاذ الإعلام في جامعة البتراء. مرحبا بك دكتور عبد الرزاق معنا. أهلا بك. أهلا بك. نبدأ من صحيفة البيان الإماراتية: الكاظمي يرث موازنة مفلسة، وتميل الحكومة إلى تقديم موازنة مرحلية خالية من الموازنة الاستثمارية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العراق، لتتمكن من تأمين الرواتب للأشهر الستة المقبلة. دكتور، برأيك ما الذي حدث لموازنات العراق في حكومات ما بعد الاحتلال؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأيضا نقول جميع رمضان مبارك، وإن شاء الله يعود على العراقيين بالخير، وقد انزاحت هذه الغمة، غمة العملية السياسية السيئة، وأيضا غمة فيروس كورونا. منذ 9/4 ولحد الآن، الحكومات التي تعاقبت تحاول أن تظهر للمواطن العراقي على أساس أنه هناك موازنة، فهناك تبويب إيجابي وسليم بما يخدم الشعب العراقي، ولكن ثبت بما لا يقبل الشك خلال هذه المرحلة الماضية للمواطن العراقي ولغير المواطن العراقي أن هذه الحكومات كانت حقيقة تعلن شيء، تخطط شيء، والتنفيذ كان شيء آخر. هذا طبعا وصلنا إلى أنه الميزانية العراقية بدلا أن تكون بها وفرة، أو يعني العراق يكون لديه وفرة مالية يستفيد منها في اللحظات الصعبة واللحظات الحرجة، نلاحظ أن هذه الميزانيات الحقيقة استنفذت حتى
يعني الأموال التي كانت يجب أن تدخر للحظات الصعبة. ولهذا السبب الآن حكومة الكاظمي هذه الجديدة دخلت في إطار هذه النتائج، لأنه الحكومات السابقة حقيقة استطاعت أن يعني تحول هذه الأموال بدل أن تكون أموال لأغراض استثمارية وتطوير البلد، تطوير المنشآت، تطوير المصانع، حقيقة كانت تنفق بغير المحل المناسب. يعني الآن المواطن العراقي يسأل ويحاول أن يزيل قضية أساسية تواجهه وتواجه الميزانية وتواجه الشعب العراقي، وهي موضوع الرواتب تروح الربحة. يعني هسه مثلا هذه المبالغ اللي تروح يعني شهريا إلى ربحة، هذه ممكن لو تعود يعني للشعب وتعود إلى الموازنة يمكن تتغير كثير من هذه الأرقام الموجودة الآن بالميزانية. ولكن يبدو أنه هذه الحكومة ومجلس النواب مصرين على استمرار يعني غيهم وبأخطائهم المتعمدة، بحيث أنه تبقى القضية بالعراق قضية معلعلة، قضية لا تجد حلول مناسبة. ويبدو لي هو هذا مخطط، يعني ليس عمل عفوي أو اعتباطي أو بالصدفة. يعني هذا الذي يحدث في العراق هو عمل مخطط، المقصود بأنه تحويل العراق من دولة ناجحة إلى دولة فاشلة، من شعب يتمتع بمزايا وبصفات وسمات إيجابية إلى شعب الآن أقل ما يقول عنه أنه شعب فقير، شعب جاهل، شعب يعيش كلها مشاكل وأزمات إلى غير ذلك من هذه المسميات التي تفرق بين دولة ناجحة وبين دولة فاشلة. نعم دكتور، من المقالات في صحيفة الزمان العراقية يكتب عبد الهادي الحميري: ولادة عسيرة ومهمات خطيرة. يقول الكاتب في مقاله إن ظروف تشرين الاقتصادية والصحية غير ظروف آيار، وذلك في ظل تصفير واردات البلد النفطية وانتشار وباء كورونا، فالشعب مهددا بالجوع والمرض والوطن مهدد بالضياع. ما موقف المتظاهرين من كل ذلك؟ موقف الشعب من الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة طبعا نتاج التجربة وليس مجرد مواقف يعني مفاجئة أو وقتية. يعني الشعب العراقي أيقن بالكامل من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه أن هذه الحكومات التي جاء بها الاحتلال هي أبعد ما تكون عن يعني خدمة الشعب أو تقديم شيء للشعب أو حتى معالجة هذه الأزمات البسيطة اللي أحيانا كانت تمر بها يعني الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة من الشعب العراقي. الموضوع الثورة والثوار حقيقة سقف الثورة كل ما تمضي أيام ويشوفون هذه الاستجابات السلبية من قبل المشاركين بالعملية السياسية كلما سقفهم يرتفع، يعني سقف المطالب يرتفع. بالبداية كنا مثلا نقول نريد إصلاح، نريد بعض التغييرات. الآن الشعب العراقي وصل إلى مرحلة أن التغيير الجذري هو الحل الوحيد الذي يقبل به الشعب العراقي. نعم. يعني بمعنى أنه أي حلول ترقيعية سواء تقوم بها الكاظمي أو غير الكاظمي حقيقة غير يعني غير مقبولة وباتت غير مناسبة للمشاكل العويصة التي يعيشها العراق. الآن العراق بلد غالبية العظمى يعني الشعب دون يعني دون درجة الحدود الدنيا للفقر، مشاكل لها أول وليس لها آخر، اقتصاد يعني منخر، ميزانية مغيبة تماما، ما تعرف المبالغ هذه الكبيرة الهائلة، يعني أكثر من تريليون و300 مليار هاي الفترة الماضية لا أحد يعرف أين ذهبت. كل الطبقة السياسية الفائزة الآن تمتلك أرقام فلكية من الأموال، وطبعا هذه كلها من أموال الشعب العراقي. لذلك الشعب العراقي الآن يطالب يعني على أبسط شيء، يعني حلول جدا بسيطة. هؤلاء اللي سرقوا أموال العراق يعني إذا يسترجعون نص من اللي سرقوا أنا متأكد وضع الشعب العراقي سيكون بحالة
ممتازة جدا. دكتور، يكتب عبد الله الأيوبي مقال في أخبار الخليج البحرينية تحت عنوان ترامب ينضم إلى المعترفين بالخطأ. يقول الكاتب في مقاله: اعتراف ترامب بخطأ غزو العراق لم يكن ناجما عن صحوة ضمير، وإنما الترويج لما يراه ترامب صوابا في سياسته الخارجية. هل تتوافق مع ما جاء به الكاتب في مقاله؟ يا سيدي، احنا طبعا تعودنا، يعني انا اتذكر حتى اثناء حواراتي مع الطلاب اثناء التدريس خصوصا الدراسات العليا، دائما اقول ان الاشخاص يعني عندما يكون يعني في السلطه المسؤوليه يصلح شيء، ولكن عندما يخرج من المسؤوليه تصريحاته تكون تصريحات ثوريه منطقيه معقوله. ترامب الآن يعني هو حقيقة مو فقط ترامب، هم الجميع في دواخلهم يعتقدون ويقرون أن أكبر جريمة ارتكبت في العصر هي احتلال العراق. يمكن الجريمة الأخرى اللي توازيها هو احتلال فلسطين في القرن الماضي، وهذه الجريمة الآن هي أخطر جريمة يمكن واجهتها البشرية، وهي احتلال العراق في 2003. ترامب حقيقة يعني جزء من محاولات كسب للشارع، وهو يواجه طبعا معارضة شديدة من الديمقراطيين داخل الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات كثيرة، ولكن هو يحاول أن يلقي الضوء على قضية أساسية خطيرة، وهي موضوع الاعتراف بخطأ الإدارات السابقة التي كانت سبب في يعني تنفيذ مخطط احتلال العراق، وبالذات ايضا الجمهوريين. وبالمناسبه يعني ترامب خلفيته بالاصل هي ليست جمهوريه، يعني ترامب دخل الحزب الجمهوري بوقت متاخر، يعني هو ليس من الناس الذين دخلوا الى الحزب الجمهوري من فترات زمنيه طويله، ولذلك هو لا يشعر يعني بعقده في موضوع الاعتراف بهذه الاخطاء، مثلما ممكن أن تظهر على بوش أو الأسماء الأخرى التي كانت يعني مشاركة فعلية في هذه الجريمة. ولذلك ترامب الآن، وهذا طبعا دائما الجمهوريين معروفين، دائما حلولهم مقترحاتهم هروبهم من المشاكل دائما يروح بالسياسة الخارجية، بينما الديمقراطيين دائما يركزون على السياسة الداخلية. دكتور عبد الرزاق، ننتقل إلى صحيفة الأخبار اللبنانية التي عنونت: تفاهم إيراني أمريكي على التهدئة، هل ينجح الكاظمي في ضبط الاشتباك؟ كيف سيتعامل الكاظمي مع التصعيد تارة والهدوء تارة أخرى بين الجانبين الأمريكي والإيراني في العراق؟ ما يحدث دائما على السطح هو ليس بالضرورة ما يحدث تحت السطح، يعني الظاهر شيء والمخفي شيء آخر. المخفي هناك تنسيق على مستوى عالي بين الإدارة الأمريكية سواء الحالية أو السابقة أو اللاحقة التي ستأتي، وبين النظام الإيراني، ولكن حتى يزرعون الرماد في عيون الناس أن يشوف بين حين وآخر تطلع فقاعة هنا، احتدام بالموقف هنا، تماس هنا، ولكن هذه حقيقة كلها عبارة عن تكتيكات الغرض منها تمرير مخططات كبيرة الآن في المنطقة سواء كان بالعراق أو حتى داخل إيران وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إنعكاسها على المنطقة. أعطيك مثال بسيط، يعني أخطر شيء يعتبروه بالعالم الآن انعكس على المنطقة والمنطقة عكست على العالم هو مثلا صفقة القرن التي تخص موضوع الكيان الصهيوني وهيمنته على يعني كل فلسطين. الآن لا أحد يتحدث في هذا الموضوع، يعني احتلال العراق لا أحد يتحدث في موضوع احتلال العراق، الآن يتحدثون عن يعني النتائج التي كان الاحتلال مثلا سببا رئيسيا به. لا أحد يقول الاحتلال ولا أحد يتحدث عن تداعيات الاحتلال، يتحدثون فقط عن قضايا تخلق دعائيا ويجعلون الناس ينتبهون إليها ويركضون خلفها ويحللون فيها، بينما الأسباب الحقيقية لكل ما يحدث الآن في المنطقة طبعا هو الاحتلال
الأمريكي البريطاني الإيراني للعراق. وهنا أقول بالنسبة للكاظمي، كاظمي رجل جاء ضمن يعني توافقات وجاء لتمرير مرحلة معينة، يعني مطلوب منه أنه 6 أشهر لمدة سنة يعبر القارب من السايد هذا، من هذا الجرف إلى الجرف المقابل بأقل الخسائر. يعني لا يتوقع من الكاظمي أن يحقق معجزات أو يحقق الأشياء اللي يريدها الشعب العراقي، كل ما في الأمر هو إعادة إنتاج العملية السياسية بتوافقات قد تكون معلنة وقد تكون سرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اللاعب الخطير والنظام الإيراني. وما يحدث في العراق حتى كل اللاعبين هم أدوات بيد هذه الأطراف الثلاثة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنظام الإيراني. دكتور عبد الرزاق، في الموضوع ذاته، المرحلة المقبلة ما بعد كورونا وبحسب المراقبين ستفرض على دول المنطقة البحث عن مشتركات في ضوء المستجدات العالمية. كيف برأيك سيكون شكل التحالفات الجديدة ما بعد كورونا؟ يعني بالعالم تحاول الدول أن تتقارب مع بعضها لمواجهة خطر كورونا الذي هو حقيقة مقدمة لمجموعة أزمات صحية أخطر ستكون في المرحلة القادمة. يعني مثل ما احنا قبل يمكن 15 20 سنة 25 سنة العالم واجه الإنفلونزا، واجه موضوع الإيدز وغيرها، وأصبحت هذه المسميات الوبائية ملازمة لحياتنا، ملازمة لوضعنا، يعني تعايشنا معها. الآن على المجتمعات الإنسانية أيا كانت أن تتعايش مع كورونا ومع ما سيأتي بعد كورونا. ولذلك النظام الجديد حقيقة يحاول أن يقرب بين الأنظمة بحيث تخضع هذه الأنظمة للإدارة المركزية اللي هي هاي اللي بشر بها روكفلر وروتشيلد، أنه الإدارة في العالم ستكون إدارة موحدة وكل الأنظمة هي أدوات وأذرع تابعة وخاضعة لهذه الإدارة اللي تقودها طبعا الشركات هاي العملاقة اللي تملكها طبعا عوائل روكفلر روتشيلد. يعني احنا متوجهين إلى عالم روبوتات، يعني الإنسان سيتحول به إلى روبوت. وتشوفت حضرتك يمكن الآن هذا موضوع الرقائق اللي الآن طبعا يزرعوها تحت الجلد الإنسان، تمام، بحيث الإنسان يكون أداة مسيطر عليها في كل شيء. ننتقل إلى صحيفة القدس العربي التي نقلت عن صحيفة الجارديان البريطانية قولها: في ظل أزمة فيروس كورونا فقد العالم الثقة بقيادة ترامب العالمية وخيبة أمل الحلفاء في قيادته لجهود مكافحة الوباء. برأيك دكتور، لماذا فقد العالم الثقة بترامب؟ يا سيدي، أولا ترامب وغير ترامب كل أنظمة في العالم هم عبارة عن موظفين لدى الشركات متعددة الجنسية. وترامب يعني إعلاميا دعائيا يقال عنه أنه فشل، ولكن ترامب يؤدي دوره المطلوب المخطط له. بالمناسبة أنا حاكي قبل يعني فترات طويلة، شركات الأدوية بالعالم تنتج الدواء ثم تنتج الوباء. الدواء الخاص بكورونا موجود، وهناك أدلة يعني أنه هذا الدواء موجود، ولكن وصلون العالم إلى حافات بحيث الناس تستقتل للحصول على هذا الدواء، وتحقق الشركات طبعا أرباح فلكية. كل شيء الآن يحدث في العالم هو مخطط. وخلي يقولون على عبد الرزاق الدريم يتحدث بنظرية المؤامرة، العالم عن كله يتعرض إلى مؤامرات خطيرة، والأنظمة والحكومات في العالم هي حقيقة أدوات تحرك. يعني ترامب لا ينطق عن الهواء، ترامب تجي توجيهات، تجي إعازات، كل كذا سوي كذا اعمل كذا، زين، وهو ينفذ صاغرا لأنه هو موظف، هو ليس صاحب قرار. دكتور، انتهى وقت البرنامج، أشكرك الشكر الجزيل على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا، كان معنا الدكتور عبد الرزاق الدليمي أستاذ الإعلام في جامعة البتراء، وذلك في حوار أسبوع الصحافة. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج أسبوع الصحافة،
لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.